أهلا بكم. قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تسليط عقوبة على الاتحاد الجزائري للعبة، وذلك بعد اجتياح بعض جماهير الخضر الملعب الذي احتضن الخميس الماضي مباراة الجزائر وساحل العاج ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون. ونشر الكاف بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني يؤكد فيه أن حكم اللقاء الجنوب الإفريقي غوميز دون في تقريره اجتياح بعض المشجعين أرضية ملعب مباراة الجزائر وكوت ديفوار مباشرة بعد صافرة النهاية، ومنه تم تسليط عقوبة قدرها 5000 دولار على الاتحاد الجزائري لكرة قدم. وأكد البيان نفسه أنه تم أيضا تسليط عقوبة قدرها 10000 دولار على الاتحاد العاجل لكرة قدم بعد اجتياح بعض جماهير الفيل أرضية الملعب الذين بلغ عددهم 40 مشجعا معظمهم من المدرج الشرقي وفقا لنفس البيان. وكانت المباراة قد انتهت بفوز منتخب ساحل العاج ب3 أهداف لهدف، وتسببت بخروج المنتخب الجزائري حامل اللقب من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 متديلا ترتيب المجموعة الخامسة بنقطة واحدة خلف منتخب سيراليون وغينيا الاستوائية.